على السي بالحاج، كلشي بخير؟ صحة لاباس؟ تحية لك سي يوسف، بارك الله الله فيك. يحفظك ونجيك. عندي لك اخويا جوج اسئلة. السؤال الاول هو مرحبا سي يوسف. غير في عجالة، حاول تقول لنا اشنو كيفاش شفتي الماتش ديال البارح، والحاجة الثانية هي اشنو اللي يمكن يدار اداريا دابا باش الرجاء تشد الطريق. تفضل. بالنسبة للقاء راه انت واللي كنت تبارك الله هضرتو ما فيه الكفاية، بلا ما نعاود نزيد هضرات تبارك الله، ما عندي ما نقول، الله يحفظك. قلتو داكشي اللي خصو يتقال. نعم غير هي انا عندي واحد ملاحظة بسيطة، نعم وفي نفس الوقت يكون رسالة ميساج، ما نقولوش الأسماء، مي كنظن لا قلنا هذا الميساج غيتعرف لمن كنقفلو. فأنا بالنسبة لي المدرب البارح الطريقة باش لعب فريمون مستوى عالي، كتبين على بانه داكشي اللي كان تيقول في مراب الاعلاميه راه طبقوا ياك. ولكن الرساله الواضحه انا اللي بغيت نقولها هي انه كل واحد يحترم الاختصاصات ديالو، لانه البارح شفنا بعض اللقطات اللي انا ما عجبونيش كرجاوي، ما عرفتش واش الاخوان شافوها ولا لا. المدرب خصو ويس يوسف، لا كنسمعك، غير تفضل. المدرب خصو باش يتحمل المسؤوليه ديالو غدا ولا بعد غدا، ما يخرجش يقول لنا بانني لا انا راه ما خلاونيش نخدم ولا هادي. حنا كنوجهوا رساله وكنقول كل واحد يحترم الاختصاصات ديالو. المدرب الا بغى يلعب بالضغط العالي يلعب بالضغط العالي، المدرب بغى يدير شونجمون يدير شونجمون، ما بغاش يدبر راسه، هو اللي كيتحمل المسؤوليه. فاللقطه اللي شفت البارح انا واحد من المهم كان تمايا خرج كيقول بان خص اللاعبين يهبطوا الريتم وخصهم يراعوا القوارب والوقت، داكشي ما مشي من الاختصاصات ديالو، فالمدرب هو اللي كيتحمل المسؤوليه. هذه من جهه، من جهه اخرى ندوز معاك نيش المكتب المسير. الا بغيتي واحد الفرقه ديالك انها تزيد لقدام راه خصك تكون عندك مكتب مسير، هادشي كله حنا كنعرفو، يكون مكتب مسير على اعلى مستوى. حنا لحد دابا حاليا ما كنطلبوش ان مكتب مسير يكون عندنا على اعلى مستوى ونجيبو شي حوايج اللي ما كاينينش، لا، حنا اللي كنطلبو دابا ان يكون واحد الاستقرار ونطوندو من هنا حتى الخارج يلعب باش يكون رئيس منتخب، باش نزيدو بهذاك المكتب المسير. اللي خصو يدار دابا انه بعض المسيرين اللي كاينين في الرجاء خصهم هما يحطوا الاستقاله ديالهم ويمشيو في حالهم. علاش؟ هذا الرئيس هذا رغم اننا كننتقدو كنقولوا بانه خصو يمشي في حاله، ولكن للامانه هذا الرئيس كيبان بانه كيخدم. والدليل على هذا الشيء هذا انت كتشوف جاب لك واحد المدرب اللي حنا كنلخبطوا تنقولوا بان خصنا مدرب اللي يلعب الكره. وي وي فهذه النقطه كتحسب للرئيس، لانه هو اللي هنا لما وصل لما خطر اللي عارف ان هذا الرئيس راه هضر مع المدرب من شحال هذه قبل. والدليل على هذا الشيء هذا راه المدرب راه كان الاستقاله ديالو الاتحاد المنصري، والمدرب اللي كان عندنا قبل راه كان ديك الساعه كان موجود. وتنازل وتنازل على المستحقات ديالو هذا المدرب. طبيعة الحال ومدرب ذكي، انا كنقول لك عاود نسطر عليها، هذا مدرب ذكي اقسم بالله، لا كيعرف اش كيدير. نقولوا اللي نقولوا مدرب كيعرف اش كيدير، ولكن الا بغيتي شي هذا المدرب نسلي لك عليها من دار، ولكن مش خصو يكون عنده يا كينجح ماشي مع الرجاء ولا مع شي ماشي بقى واحد اخر. مدرب عنده واحد تبارك الله كيبان بانه السيد عنده لا كرينتا، تيخدم باغي يخدم باغي يوصل، ولكن راه خصو يكون عندك مكتب يكون مزيان. علاش؟ هذا المدرب الا جا مثال واحد اللاعب ما بغاش يلعب كيتشكى منه، خص هو هذاك المدرب منين يهضر مع المكتب المسير يقول لهم هذا اللاعب راه كيتحدي، خصو واحد خصو المصح ديالو خصك تحطهم ليه، انت بغيت تحطهم ليه، هادو هما المعايير باش المدرب ينجح. فانا اللي كنطلب من هاد الناس كلهم، هادو راه تعايرتو وتثبتو، حطوا الاستقالات ديالكم وسيروا الله يعاونكم. بصح بصح راه باينه وضوح الشمس. واللي اللي مازال باغي انا نديو الالقاب هذا العام ولا ما نديوش، بالنسبه لي انا ما هو تيقني الحمد لله دابا حنا كنشوفوا بان الفريق غادي في تحسن، ولكن اللي باغيين حنا باغيين الرجاء تكون قائمه بالذات ديالها، يكون عندنا مشروع رياضي، مشروع عباد الله رياضي اللي خصنا نستافد منه لقدام. المكتب يحمي الفريق ما نبقاوش نتحقروا ما نبقاوش عادي. انا ماشي اللي جاي 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 حكم الفار هذاك القمقوم هذاك، دائما هذاك حاط علينا هذاك الحكم هذاك مصيفط لنا مقصد، لا سميتو دائما لا هو ولا حكم الوسط. حكم الوسط حكم الوسط مشى كيجري الكاري، يلاه بدينا مشى كيجري البيلانتي اول فرصه مشى كيجري البيلانتي، متى قمعوا الفار عاد رجع تراجع للبيت دغيا بغى يحط لهم بيلانتي، يعني بزاف هذا لا الشيء. هو كان لا الاربيت كان شوف البارح تحمل المسؤوليه ديالي، الهضره اللي تنقول البارح الاربيت كان عينه فينا،
الحمد لله لاننا خرجنا ثلاثه النقاط، وانا من بين الرجاوي اللي كان ضبط بان البارح كون خسرنا ولا تعادلنا غنكون راضي، علاش جيت بزاف المعطيات راهم معروفين بلا ما نبقاو نعاودوهم. فانا اللي كنتمنى من هذا المكتب المسير واللي باغي انا في الرجاء دابا راه نقدروا نديو لقب هذا العام، نقدروا نربحوا عاوتاني ونبقاو فرحانين، ولكن راه العام الجاي واللي العام المور عاوتاني نعيشوا انتكاسات، هادشي اللي ما باغين حنا. حنا باغين مكتب اللي يكون عنده داير مسطر واحد الهدف رياضي على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد. استاذ انت رئيس اللي كيجي كيحط واحد خطه عمل، هذيك 4 سنين ولا 3 سنين اللي غيكون فيها راه خصو يحطها ويجي واحد اخر ويكمل على الخدمه اللي دار الرئيس القديم، وما يجيش يكريتيكي فيه، ما يجيش يقول لك الرئيس راه خلى الرئيس راه خلى. وحنا راه غنديروا يد في يد كجماهير وغنعاونوا هذاك الرئيس. انا دابا تنقول تنقول الاندلسي دابا حنا كنتحملوا المسؤوليه، انا راه جوي كلهم كاين. وديك النقطه اللي قلتي زوينه السي يوسف، قلتي بان جماهير حقيقيين امر بانو، نهار هزوا يدي وتا واحد ما بغى يعاون راه بان، ولكن دابا لابد تخدم السي اندلسي راه حنا معاك. وكنشكرك اخويا، وكنشكرك باسم الجماهير ديال فرنسا. دائما الحمد لله الجماهير ديال اوروبا ولا الجماهير ديال الرجاويين في العالم كامل كلهم كيساندوا الرجا، وكلهم دائما كيعبروا على الاستعداد ديالهم انهم يدعموا الفريق ديالهم، فقط كيبغيو الشفافيه وتيبغيو النظافه في المكتب وناس اللي يكونوا موضوع الثقه. الثقه عباد الله، الثقه الثقه الثقه. كنتمناو من السيد الاندلسي انه يدور به ناس ديال الثقه صافي، اللي باين قاد اللي تهزوا عليه كما تيقولوا اللافتات، وهذه راه باينين ومعروفين. الله يجعل شي بركه من عندك، ما تقدم اخو الفرقه غسيل، الله يرحم والدينا ما خليها. راه كاين الناس الى غير جوج الناس ولا ثلاثه السيد وهنقيين احسن من عظام ما فيه فايده. تحياتي اخويا، كنشكرك اخويا بالحاج. شكرا سي يوسف، بارك الله فيك. معناتك الله خويا، تصبح على خير. شكرا، بارك الله.